اللاعبين واليوم اجتماعات مع الكادر التدريبي، لان انتم احنا تنتظرنا مهمه اكبر، مهمه انتهت علينا نفكر بالمستقبل. المستقبل يجب ان يكون مزهر، ويجب ان يعود العراق الى قمه اسيا ان شاء الله مثل ما بداها الان، وايضا ان يكون المنتخب في نهائيات كاس العالم باذن الله تعالى ويحقق الحلم اللي احنا ننتظره من سنين طويله. ايضا انت تطرقت الى الدوري، احنا ان شاء الله الدوري راح يتطور من وقت الى وقت، وراح يشهد الدوري تطور كبير ان شاء الله خلال السنه القادمه ان شاء الله وبجهود الجميع. طبعا شكر لكم كبير، شكر لدوله الرئيس اللي هو الراعي الاول للكره العراقيه، شكرا لكل من ساهم بدعمنا واسنادنا حتى نقدر نوصل المنتخب لهذه المرحله. لكن رغم هاي البارحه المباراه فيها دروس كثيره مستفاده، احنا راح نناقشها بكل هدوء وموضوعيه، وان شاء الله تكون استعداداتنا لتصفيات كاس العالم مؤهله ان شاء الله، وايضا كاس اسيا تحت 23 سنه اللي منتخبنا الاولمبي اللي ايضا احنا من الان ذيك الفتره كلها، ولكن الان اهتمام به راح يكون اكبر من اجل ان نتاهل الى اولمبياد سيول، ونسعد هذا الشعب اللي يحتاج من عندنا الفرح والسعادة واللي هو مصدر إلهامنا وعملنا. فشكرا لكم. فدوة للشعب العراقي. البطولة والله الأصغر طفل عراقي فدوة له. ليش ما تمشي بزود انت عراقي، هاي رابطتك وجماهيرك وإحلامك، وحتى ولدنا ذول الإعلاميين من شربك أبو حيدر حجي محمد فرحان الخاطر العراق، حتى ذول الولد يجوز اعطينا مجال، اعطينا مجال كابتن، هذول الولد اللي صارت لجل العراق تشي يروح. ليش؟ لان وراك ابو حيدر مهمه كاس العالم، ووراك ناس ضدك وضوج منك والكلام العلاوي. ابو حيدر شاكرين جهودك وجهود الاخوه اعضاء الاتحاد، انتوا ما قصرتوا، واحنا واجبنا تجاه وطننا انه نقدم ولو شيء بسيط انه نرفع اسم البلد، لان هناك ابطال من شعبنا ومن جيشنا ومن شرطتنا قدمت ارواح ودم من اجل العراق، اللي هذا البطوله والهدف مساله كلش طبيعيه، احنا رياضيين متقبلينها. اللي نتمناه من الكابتن عدنان زرجال اللي سوى توأمه مع الدوري الاسباني، احنا شاكرين على هذا التطور والعمل.